لا إله إلا الله. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يا رأفت بيه، انت طلباتك أوامر، أسبوع واحد وهتلاقي الحسابات كلها متظبطة. طب ليه؟ حتى كمال ماسك شغلنا من أول ما اتفقنا، الراجل ما عملش أي حاجة. لا طبعا، مدام لبنى مش عايزاه يمشي وفورا. لا اللي تؤمر بيه، اللي تؤمر بيه يا باشا. مع ألف سلامة. أيوه، ابعتي لي الاستاذ كمال فورا. على فكره استاذ نصيف مبسوط قوي منك انت وصاحبك، بيقول بتشغله مية مية. يبقى بقى نستاهل زياده في المرتب. انا هديك زياده في المرتب بس مش هتعمل ده، عشان شغلانه تانية خالص. حلو ده. ادخل. تحت امرك يا عادل بيه. ابو كمال، والنبي عايزك تسلم الاوراق والحسابات الخاصه بشركه رأفت معانا، وكمان شركه مدام لبنى، كلهم لمعتز. ليه؟ هو في حاجه حصلت مني؟ لا مش اي حاجه. بس دايما مدام لبنى تشتكي منك، يعني ان انت بتعمل معاها بطريقه بايخه وكده، وانا بيني وبينك عايز اريح الزبون. طب عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. يلا. الشغل التاني اللي من ورا لبنى، معتز برضه هو اللي هيمسكه؟ لا طبعا، انت اللي هتمسك الشغل، اللي مش عايز معتز يعرف عنه اي حاجه. حاضر. واضح؟ حاضر. اتفضل. ايه الحكايه؟ شركات وحسابات، احنا ما اتفقناش على كده. يا واد ركز انت بس في شغلك، وانت هتسلك باذن الله في كل حاجه. وايه شركه لبنى دي؟ دي غير بتاعت رأفت؟ لا دي شركه خاصه بيني وبينها، مقرها البيت اللي انت قاعد فيه. وهي ليه بتعمل شغل من ورا جوزها؟ احنا مال ما بتحبه، عايزه تحوش من وراه. في ايه؟ احنا كمان هنتدخل في شغلها؟ بقول لك ايه، انت هتخليني اندم ان انا قلت لك على الحاجات دي ولا ايه؟ تندم؟ تندم؟ لا يمكن، انا بس بطمن عشان ما اعكش. لا مش هتعك، انا عايزك بس تلزق لكمال بقى الايام اللي جايه دي وتفهم منه كل الشغل. طيب انا كده بقى محتاج مكتب كبير ومرتب رهيب بمناسبه الشغلانه الجديده دي. انت انا طالع طماع لمين؟ هيكون لمين؟ يلا يا ابني. ولا طب بذمتك انا طالع لمين؟ دول ملفات شغلنا مع شركة لبنى ورأفت. انا بقى بحب الشغل الخفيف ده. ودول مع شركة لبنى لوحدها. شركة لبنى لوحدها؟ ايوه. ودول كمان. مفيش تاني؟ في طبعا. انت بس تسلف دول، ولو عوزت اي حاجه اندهلك. لا اندهلك ايه؟ انت رايح فين؟ انت هتسيبني في الليله دي لوحدي؟ ده انا هحتاج. لا دي حاجه بسيطه، انت بس اقرا دول وانا هخلص شويه شغل جنبك. كل شويه حاجه ابص عليك. حاجه بسيطه. هي ليلة سودة باين. ماشي. ايه المكان ده؟ مش كنا نروح المكتب عشان نبقى على راحتنا؟ بص يا معتز، أنا حاسة إن احنا اتسرعنا. أنا ست متجوزة، وجوزي ما يستاهلش مني إن أنا أخونه. وأنا حاسة إن احنا يعني لو نهينا كل حاجة دلوقتي أحسن ما احنا لسه في الأول. واللي حصل في المكتب ده اسمه ايه؟ انا بعترف ان انا اتشددت لك، وان الحاجات حصلت بينا بسرعه، بس وبعدين يعني علاقتنا دي ملهاش اي اخر. طب ما تتطلقي واتجوزي. معتز انت لسه صغير مش فاهم حاجه. لا فاهم انك مش هتقدري تستغني عن الفيلا والعربيه ونفوز الباشا يا لبنى. هان طلع كله في الساند بانك. انا مش مكلم حد، هي اللي هتتكلم. بقول لك ايه، انا زهقت منك. انا ماشي، سلام. يلا 60 ده كده. ماشي كله بحسابه. ها يلا قول.
ازيك يا شروق؟ ازيك يا ايمن؟ فين معتز؟ جوه، كنا قاعدين بنذاكر، بس هو النهارده مش معايا خالص. ليه ماله؟ يعني في شويه حاجات شغلاه كده. حاجات زي ايه؟ بس الواد معتز ده واد غاوي تعب. المهم انا عندي ميعاد ولازم اروح عشان مستعجل. يلا باي باي. باي باي. الغلاسه اللي انت فيها دي مش هتبطل هزار سخيف؟ هي فين طنط فاطمه؟ المطبخ. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي بكره نروح سينما انا وانت واحد. لا لا مش قادر. ايه حكايتك؟ انت ما كانش في فيلم بتفوته. كل الافلام بقت شبه بعض، خش لنا جوه بقى. تعالي يا قمر، انت هنا؟ تعالي كلي معانا. لا متشكره، انا لازم اطلع لماما، انا لسه مخلصه كرسي دلوقتي. اخبار بقى كرسي الانجليزي ايه؟ لا لسه بدري، انا لسه بادئه من اسبوع. اللي بيعجبني فيك انك انت مجتهده وبتشتغلي على نفسك. طلعالك. ما لو امك سمعتك هتاكلك بسنانها اكل. هتاكل معانا يا معتز؟ لا انا هخش ازاي؟ الواد ده هينقطني، هينقطني. مش هنقطك انت لوحدك، هنقطنا كلنا. اقعدي بقى، ما انتيش طالعه رايحه اي حته، اقعدي كلي معايا. حاضر. تقولي له يمين يقول لك شمال، تقولي له فوق يقول لك تحت. أنا مش فاهمة، هو ده معتز؟ أنا بابا الحق، بابا ما بتردش عليا. طيب خليك، أنا جايلك على طول. في إيه؟ في إيه يا حسن؟ مفيش حاجة. لا إزاي بس؟ استنى بس فهمني في إيه؟ لا حسن، حسن تمام يا شت. معتز ايه؟ خضتين انت قاعده كده ليه؟ انت جاي من الكورس؟ ايوه. مالك مقدمه كده ليه؟ كنت عاوز اسالك سؤال. خير. هو انا بالنسبه لك ايه؟ ايه؟ انا بالنسبه لك ايه؟ بنت عمتك؟ جارتك؟ قولي. انت اختي يا شروق. بس انا عمري ما اعتبرت نفسي اختك. وانا عمري ما اتعاملت معاكي غير على الاساس ده. ده احنا اتربينا وكبرنا سوا. وانت في واحده تانية في حياتك؟ لا يعني افرضي. انت محسساني زي ما اكون كنت معشمك بالجواز وخلعت. ماشي. شروق، شروق، دي اخرة الفرجة على المسلسلات العرب. الو، هو احنا مش في بينا شغل ولا ايه؟ وبعدين يعني مش انا كنت طلبت منك العقود بتاعه صفقه الخليج؟ عايزاها يوم الاحد ضروري. ابعتهم لك بالفاكس بكره. لا فاكس ايه، مش هينفع، انا عايزه اصول العقود. هبعتهم مع الاستاذ كمال. لا كمال ايه وبتاع ايه؟ انت عارف كويس ان انا ما بتعاملش مع كمال. ايه؟ رحت فين؟ لا مفيش، وبعدين يعني؟ اصل العقود. ماشي، هعدي عليك يوم السبت في المكتب. طيب، اوكي. تصبح على خير.
وهمسك شغل شركتك معانا، مش هيبقى فيه عم كمال ده خالص. دي احسن حاجة حصلت لي من وراك. ليه دي احسن حاجة؟ هو في حاجة تانية؟ في حاجة تانية، ده في كتير. انت احسن حاجة حصلت. لبنى، هو انت ليه بتشتغلي من الباطن مع بابا؟ انت معاك سجاير يا معتز؟ على المكتب. أنا اتجوزت رأفت من 3 سنين. كنت بشتغل محاسبة في شركة كان بيتعامل معاه. عجبته. طلب يتجوزني. قبلت. رأفت عصامي. عمل كل الملايين اللي عنده ديت في 10 سنين. من تجارة الأجهزة الطبية. بس مشكلة رأفت بقى إن هو ما بيثقش في أي حد في الدنيا دي غير نفسه. كل حاجة مكتوبة باسمه. حتى أولاده كبار. ماسكين شركات كبيرة أوي في اسكندرية. مفيش قرش واحد باسمه. ولما دخل المجلس ما كتبليش أي حاجة. خلاني أدير الشركة بس. صحيح رأفت كريم معايا ومفيش حاجة بطلبها مش بلاقيها، بس أنا محتاجة أحس بالأمان. أنا تعبت في حياتي قوي يا معتز، عايزة أستريح بقى. شغلي مع عادل ما بيخسرش رأفت حاجة، بس بيكسبني أنا. أنت ما تسيبيه طالما الموضوع مش موضوع فلوس، وأنت كده كده بقى عندك شغل. فكرة الحياة سهلة كده. أنا بتكلم ليه؟ بتطلق تخلينا مع بعض. أنت بتغير ولا إيه؟ بغير؟ لا طبعا. بقول لك إيه؟ مش هينفع أشوفك غير يوم الأربعاء. ليه؟ مسافرة مع رأفت. بس هكلمك لحد ما نتقابل. يا غيور. احنا لسه مع بعض اهو. يا نهار اسود يا بابا. ايه؟ قافل الباب على نفسك من جوه؟ لا اصل كنت حاطط ال اسمه ال انت معاك حد هنا يعني ولا ايه؟ صاحبتي. صاحبتك؟ جايبها هنا المكتب؟ ما انا اصل ما كنت مزنوق في ما لقيتش مكان و اخي انا اسف يا بابا. اللي يبسط في الموضوع انك طلعت بتاع بنات زي ابوك يعني، بس المهم خلي بالك. ها اوعى تتدبس في حاجه كده ولا كده، انت فاهمني بقى. ما تقلقش يا بابا انا واخد بالي. عموما كلامنا ما خلصش، هنكمله بعدين. ماشي. سلام. سلام. أنا آسف يا لبنى، أنا كنت متأكد إن هو مش هيجي النهاردة. أنا حسيت إن أنا بنت في ثانوي. لا يا معتز أنا كبرت قوي على كده. إحنا لازم نشوف مكان تاني. اللي حصل ده ممكن يتكرر. طب أنا ماشية. استني شوية. لا عشان خاطري سيبني دلوقتي يا معتز. طب أشوفك إمتى؟ معرفش. هفكر وأبقى أكلمك.
قلتليش يعني يا معتز مين اللي كانت معاك في المكتب؟ ما انا قلت لك يا بابا واحده صاحبتي. ايوه يعني مين؟ واحده ما تعرفهاش اسمها داليا. داليا اولا انا قلت لك قبل كده اعمل اللي انت عايزه بس خلي بالك من نفسك وما تعملش مشاكل. ثانيا يا حبيبي المكتب ده علشان الشغل هوش مكان ترخيص. يا بابا انا قلت لك ما كنتش لاقي مكان ما انت فاهم. طيب انا عايزك تسيب المكتب ده وتيجي هنا للشغل وبس. اسيب المكتب ازاي؟ زي الناس. طب انا هعمل ايه؟ هغير فين واحط هدومي فين؟ ارجع البيت عند امك. طب يا ماما كده هتعرف. ما تعرف احنا بنسرق ايه اللي فيها دي؟ بتشتغل مع ابوك. يا بابا انا عندي مشاكل كتير معاها دلوقتي احنا علاقتنا متلصمه. انت كبرت اتصرف زي ما انت عايز انا ماليش دعوه. وبعدين المره اللي فاتت عدت على خير كنت انا افرض لبنى بقى اللي جت. لبنى ماشي يا بابا. اتفضلي يا فندم. بقول لك ايه؟ تحت امرك. انا هشتري شويه حاجات من جوه لما اخلص هكلمك. استنى في البارك. تحت امرك يا فندم. اتفضل. الو. ايوه رافت باشا هي دخلت قدامي دلوقتي المول. حاضر يا باشا. اوامرك يا باشا. انت اتاخرت كده ليه؟ معلش يا معتز على فكره مش هينفع اقعد. يوه يا لبنى انا مش نافع معايا كده. ما تيجي نروح المكتب وبعد كده نشوف هنعمل ايه. لا يا معتز انا مش رايح المكتب ده تاني خالص. لا ما تقلقيش موضوع بابا انا عامل حسابه. يلا افهم بس مش هخاطر بمروح المكتب. انا بفكر في ترتيب تاني. ترتيب ايه؟ لما اظبطه هقول لك. يلا يلا باي. وانا قعدت معاكي بس في ناس حوالينا. طب هكلمك النهارده. لا 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 ما تكلمنيش بالليل خالص احسن. رافت مركز معايا قوي اليومين دول. طب هوصلك ازاي؟ انا هبكلمك. اوكي توحشني قوي. لما كنا رحنا المكتب. انت فين؟ انا هنا. معلش يا معتز ما تزعلش مني كنت محتاجه بس اظبط اموري. والله ما هينفع كده انت وحشاني قوي. والله وانت كمان وحشني قوي. بص يا معتز انا لقيت تصريفه كده. تصريفه ايه؟ اختي عندها شقه وهي مع جوزها في قطر مدياني مفتاحها يعني عشان ابقى شقر عليها. بفكر ان احنا نبقى نتقابل هناك بس الموضوع ده هيحتاج له اسبوع كمان. اسبوع كمان؟ انت بتهرجي يا لبنى ما نشوف اي مكتب وخلاص. اهدى عليا بس شويه يا معتز انا مش عايزه الدنيا تبوظ ما بيننا. طب عقبال موضوع الشقه ده اشوفك ازاي؟ احنا ممكن نتقابل هنا في المكتب. اني مكتب؟ وبعدين بقى يا معتز طب سيبني وانا حابه اكلمك ولا اقول لك احنا ممكن نبقى نتقابل بره كده نشرب حاجه مع بعض. ماشي؟ ماشي بس لو اتاخرت هكلمك انا. مش هتاخر عليك. طب انا بحب. انا كمان بحبك قوي. بقي قوي هتوصل امتى يا عادل؟ معرفش هما كمان اتاخروا قوي في شحن الطلبيه وانا كل يوم ببعت لهم ايميلات وفاكسات عشان استعجلهم بس خلي بالك العقد اللي بيني وبينهم بينص على حاجات كتير قوي لو اتاخروا اكتر من كده ممكن اخرب بيتهم. طب والحسابات اللي بيننا؟ لا الحسابات دي بقى كمال ومعتز عارفينها ومعاهم الحسابات ويقولوا لي كل حاجه. انا مضطر اقوم عشان عندي ميعاد مهم. طيب اوكي يا عادل بس ابقى بلغني لما الشحنه توصل الجمرك. ها؟ اه طبعا هنزلكوا يا جماعه. اتفضل. هاي معتز وريني بقى الحسابات دي. حسابات الشحنه الاخيره.
هنا الدفعات اللي اتدفعت وهنا اللي لسه فاضله. على فكره انت طريقتك دي بتخليني ان انا متلخبطه كده مش عارفه اشوف الحسابات كويس. ادخل. استاذ ايمن بيسال على حضرتك بره. خليه يتفضل. ده ايمن صح. استاذ ايمن اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا راجل ادم؟ ايه الحلاوه دي؟ عشان الشغل. طيب اقعد اخلص الاجتماع وانزل معاك ماشي؟ طيب اتفضل يا ايمن اتفضل. هو انت مشغول ولا ايه؟ لا خالص، انا معاك لغايه ما نخلص الشغل. طب انا هجيب الاوراق اللي محتاجها عند مدام نور. اتفضل. وكمال بيحضر معانا ليه؟ مش انت مسكت شغلي خلاص؟ انا لسه بتعلم، انت عارف. امري لله. استحمله بقى لحد ما تتعلم. طب ما تعلميني انت. وانا. انت فين؟ انا مستنيك قدام باب العمارة. شفتك. طب يلا عايز اشوفك دلوقتي. مش هينفع يا معتز. دلوقتي؟ طيب اوكي، قابلني في نفس المكان. يلا باي. انت بتغير عليا من باباك؟ يا اختي عليك. انت بتتريقي؟ لا والله ابدا، ده انا مبسوطه بيك قوي. طب وساكته له ليه؟ لسه هيبقى قاعد بيعاكس فيكي كده. يعني انت مش عارف باباك يعني؟ ما هي دي طريقته على طول. وبعدين الراجل بيجاملني، هعمل ايه؟ اقول له يعني ما تقوليش كلام حلو احسن بتكسف، ولا اضربه بالقلم؟ تضربي مين؟ ده انا كنت. كنت ايه؟ كنت بوستك بوسه طلعت روحك فيها. طب واحنا هنتقابل ازاي؟ طب ما احنا متقابلين اهو. يا سلام. قريب، ما تقلقش. طب بسرعه. بسرعه. انت عارفه باذن الله. فين يصل ده كمان؟ طيب هديهم للمحاسب واخليه يكلم المحامي بتاعهم. معتز. فندم. مال؟ مفيش. خد. ايه ده؟ ده مفتاح الشاليه الخاص بتاعي في العين السخنة. قال لك بقى تروح انت واصحابك في الويك اند وتطرقعوا الدنيا. ها؟ لا لا ده كتير. والله ده كتير بجد يا بابا. خلي بالك من نفسك. ربنا يخليك ليه. انت مية مية على فكرة. هتقعد كتير في اسكندرية يا رأفت؟ لا مش هتأخر المرة دي. هرجع بكرة بالليل أعمل إيه؟ طارق مصمم إن أنا أحضر اجتماع الشركة هناك. بس أنت هتوحشني قوي. أنت كمان. الدكتور معتز ده عادل البنهاوي. طبعا خليه يتفضل على طول. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور معتز؟ تمام الحمد لله. اتفضل. مساء الخير. ازيك يا معتز؟ تمام الحمد لله. رافض بيه. كويس ان انا شفت حضرتك. انا كنت عاوز اشكرك على وقوفك جنبي في القضيه. يا راجل دي حاجه بسيطه، بس ظهر عليك انك انت يعني حامي حبتين وغاوي مشاكل. انا لو من العاده اكسر لك دماغك. احمد ربنا بقى ان انا مش ابوك. ده شيء يشرفني يا رافض بيه والله. حبيه على ابوك كده على طول؟ طب انا هقول له. وبعدين انا ممكن مش رافض بيه. حاضر. انا ماشي يا لبنى. طيب يا رافض. سلام يا معتز. مع السلامه يا رافض. سلم لي على ابوك. مع السلامه يا رافض بيه. ما قلت لك اونكل. حاضر يا اونكل. انا كنت جاي اتكلم في بنود عقد قطر. طبعا اتفضل يا دكتور معتز. انت مجنون؟ وحشتيني. عمرك ما فتشوا زي ما احنا. عينك عليها ما تفرقهاش وبعد على المحاسب. تحت امرك يا فتشوا. تحت امرك. رعاية الله. رعاية الله. يا لبنى الموضوع عدى. انا عندي ليك مفاجاه. ايه ده؟ ده مفتاح شاليه في العين السخنه. تعالي نسافر.
سخنة ايه بس يا معتز؟ انت جننت؟ ليه؟ احنا مش هنبات، هنروح صد رد ونيجي على طول. ولو برضو ما ينفعش، ما ينفعش يا معتز، انت عايز تخرب بيتي؟ يا معتز عشان خاطري، سيبني انا هزبط اموري. انت فاكر ان انا مش عايزة اقابلك ولا ايه؟ انا عايزة اشوفك وعايزة ابقى معاك، بس خايفة ان انا اعمل حاجة تبوظ كل اللي ما بيننا. انت فاهمني يا معتز؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ جاي تفهم ايه؟ افهم ايه حكايتك؟ لا بترد عليا وموبايلك مقفول. مالك يا روح؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا معتز، عندي مشاكل مع رأفت. انا قلت لك ومضايق عليا قوي اليومين دول. مضايق عليك ازاي وانت طول النهار هنا؟ ولا طول النهار ولا حاجه، ده انا عايز اقول لك ان انا لسه جايه حالا وماشي حالا دلوقتي. معتز بقول لك ايه؟ عشان خاطري امشي دلوقتي وهكلمك بعدين. لا بعدين ولا قبلين، انا مش ماشي من هنا غير لما اعرف مالك. في ايه يا لب؟ مالك؟ وانا مش بوحشي؟ لا طبعا بتوحشني يا معتز. معتز مش هينفع هنا يا معتز. طب انت وحشي وانت كمان، بس مش هينفع هنا بقول لك. هو مش بمزاجك لوحده؟ معتز اصبر بس يا معتز. يا معتز يا معتز ما ينفعش ده تعمله ده يا معتز. معتز معتز لا في ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ معلش اتفضلي حضرتك اتفضلي. متشكرة يا دكتور حسن. أنا مفيش حاجة، أنا بس مستغرب تصرف معتز. لا أصل هو يعني معجب بيا من فترة وكده طويلة، ومن ساعة ما مسك الشغل بتاعي في شركة بابا. بس يعني افتحي افتحي الباب والمصحف نط من الشباك وجيب لك مصيبة. افتحي معتز. انا كنت عايزك الحقيقه في موضوع مهم شويه. ممكن يعني تاجل مذاكره شويه وتجيلي؟ ماشي. تحب اجيلك فين؟ انا هنا في كافيه في وسط البلد، هقول لك عنوانه ايه. ماشي، مسافه السكه. مع السلامه. انت نازل؟ بس مش هتاخر. انت مش لسه جاي؟ ما انا عندي مشوار مهم. والمذاكره؟ لما ارجع. ركزي بس في المسلسل عشان تعرفي تحكي لي. وانت كل دقيقه بحال. بص يا معتز، انا عارف ان مباراك مذاكره، عشان كده انا هدخل في الموضوع على طول، مش هلف وادور. حد برضه معتز يبقى وراه امتحان بكره ويعمل اللي انت عملته في المعمل ده. انا مش من حقي طبعا ان انا احاسبك، ومش المفروض ان انا احاسبك، بس بحكم العشره وانك زي ندى، واجبي ان انا الفت نظرك انك لو غلطت اقول لك، ولو مش واخد بالك انبهك. انت مش فاهم ولا حاجه يا دكتور، والله انت مش فاهم ولا حاجه. بص يا معتز، انا كنت زيك برضه، بعجب ببنات وستات اكبر مني، لكن المساله ما كانتش تتعدى موضوع الاعجاب مش اكتر من كده. انت لسه العمر قدامك طويل، اكيد هتلاقي بنت تناسبك في السن، في الطموح، في الأحلام، في الأفكار، بس ما تستعجلش. خير وبركة يا ابني. والله ما ينفع الكلام اللي انت بتعمله ده. انت لو كملت السنة بالطريقة دي هتطب، وبعد كده داليا دي لازم تشوف لها صرفة، دي كده هتضيعك. مش عارف عيني، مش عارف مالي، مش عارف أركز خالص. كل ما أجي أذاكر تروح نطة في نافوخي مطيرة كلمتين من دماغي. يا ابني الدهوالة اللي انت فيها دي، مش معنى انك مصاحب يعني تسك على كل الحاجات التانية. المشكلة اني مش فاهم لها حاجة، شوية كويسة وشوية تختفي، شوية كويسة وشوية تختفي. لا دي يبقى كده بتلعبك بقى يا معلم. اسمعها مني، تكرفها تجري وراك، تجري وراها، تكرفك وتقرفك. انا ما بجريش ورا حد. يا ايوه. لا ما هو واضح. يا ابني ما يصحش كده، شكلك بقى وحش، بلاش الدلقة اللي انت مدلوقها دي، استرجل شوية. بس يا ايوه. خليك دكر يا ابني، اظبطها عشان تتعدل معايا. اخرس يا ايمن. يا ابني مش بعيد النهاية لما اصلا تلاقيك مدلوق الدلقة السودا دي. شوف لها شوفه تانيه، والله مش بعيد ان هي تشوف لها شوفه تانيه دلوقتي. اخرس بقى. ايه يا ابني انت اتجننت؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا فوق.
مش عارفه يا ماما. لا يعني انا كنت فاكره انها تفريح كده. لا ولا تفريح ولا حاجه، انت عارفه ومطنشه. طب عارفه ومطنشه بس هتدخن عيني عينك يعني؟ انا شفت النور قلت ربنا هداك وقاعد تذاكر لك كلمتين. وانت جرى لك ايه بقى يا معتز؟ انت كده هيجي لك ربو يا ابني. الله انت ساتر مالك؟ قول لي بس مالك يا حبيبي. مفيش حاجه يا ماما، بدخن سيجارتين وهنام. مفيش حاجه. انا ما بتكلمش عن السجاير، انا عارفه انك بتدخن وشم السجاير. مش هقول لك انها وحشه عشان صحتك، عشان انت دكتور عارف مصلحتك فين، بس انا متاكده ان في حاجه مضايقاك. مفيش حاجه يا ماما، مفيش حاجه. ما هو لو انت زعلان من واحده صاحبتك مثلا انت ممكن تقول لي، يعني يمكن يكون عندي حل. وبعدين ما تنساش انا رحت الجامعه قبل كده وحبيت واتحبيت واتخانقت واتصالحت. ماما انت لكاكه ليه؟ لكاكه بذمتك تشرب قدامي سجاير وتقول عليا لكاكه؟ ناقص تضربني قلمين. طب انا اسف، انا اسف، بس النهار قرب يطلع، مش ننام شويه؟ انام ازاي بس وحالك متشقلب كده؟ يا حبيبي يا حبيبي وحياتي عندك، تقول لي مالك؟ ابوس ايدك تقول لي مالك؟ مفيش حاجه يا ماما، مفيش حاجه بقى. مفيش حاجه ازاي؟ وانا دق عصافير؟ ولو كنت دقاهم هم طاروا بقى. لا انت اول واحد يحب ولا اخر واحد يحب في الدنيا. شباب كتير حبوا ونسيوا بدل المرة ألف. بص أنت مش عايز تقول لي ما تقوليش، لكن لازم تفضفض مع حد يا حبيبي. كلم أيمن، صالحه، ارغي معاه، اتكلم معاه، فضفض شوية. ما ينفعش إن أنتوا تخسروا بعد العمر ده، وخصوصا عشان واحدة دي لو كانت ملكة جمال الكون كمان. ياما ناس حبوا بجنون ونسيوا. يعني انا مثلا حبيت ابوك بجنون. اه كان ثوراجي وعنده مبادئ وجدع. اول ما غير مبادئه انا بطلت احبه ونسيت. كلنا بننسى، اهم حاجه في الدنيا هي الصحوبيه، صدقني دي اهم حاجه. بس ايمن هو اللي غلطان يا ماما. يا حبيبي مش مهم مين فيك اللي غلطان، المهم ما تخسروش بعض، ما تضحيش بايمن. وعلى فكرة أنا مش بطالب إنك أنت تضحي بيها، لكن أيمن ده زي أخوك، أنتوا متربيين مع بعض. معتز أنت وحيد ما عندكش إخوات، وأيمن ده بطل إخواتك اللي أنا معرفتش أجيبهم. أنا مش هعيش لك العمر كله يا حبيبي، أبوس إيدك ما تخسرش. بعد الشر عليك يا ماما. بعد الشر عليك، بس أنا عمري ما شفتك في الحالة دي. كنتش فاكرة انك انت بتحبها للدرجة دي. يا بختها يا بختها حبيبي. بكرة تحب غيرها، مفيش حد في الدنيا يستاهل انك انت تبقى عامل كده عشانه. محدش يستاهل ضفرك صدقني، والله محد يستاهل ضفرك، والله عشان خاطري، عشان خاطري متعملش في روحك كده. لا معتز، 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 ايه يا ابني؟ ايه اللي نايمك هنا في المكتب؟ معتز، امك يا ابني قلب عليك الدنيا. تعال نروح عندي النهارده وبعدين نتكلم. استنى ايوه عايدة، لقيته هنا في المكتب. ايوه معايا دلوقتي. عايزه اكلم معتز. فاطمه عايزه اتكلم معتز. مش قادر؟ يعني ايه مش قادر؟ يحط التليفون على ودن اسمع صوته. الواد ماله يا عادل؟ طيب خلاص خليه بايت عندك الليله وبكره نبقى. يبات ايه؟ مع السلامه يا عادل. يبات. لا لسه، انا كنت واخده اجازه عارضه النهاردة. طب ما ينفعش تأجل بكرة؟ لا كان عندي مشوار مهم لمدة ساعتين تقريبا يا دكتور. حاضر يا دكتور، نص ساعة أكون عند حضرتك. حاضر حاضر.
يا حبيبي في ايه بس قولي وانا خلاص يا عمتي بقى. لازم اروح المصلحه، عندي شغل هناك نص ساعه بس. خلاص يا حبيبتي احنا ناخد تاكسي. لازمتها ايه الشحطاطه دي؟ انا هخلص شغلي على طول في نص ساعه. تيجي معايا يا معتز نص ساعه بس. لا 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 انا اروح مع عمتي بس بوديني عربيه الاول. حاضر. والله العظيم ما هتاخر خالص. خلاص يا ستي انا جدتي بتتلبش من المصلحه بتاعتك. طيب روح انت مع عمتك وانا هاجي على طول على البيت. انتي كويسة يا حبيبتي؟ يا ماما الحمد لله. طب هروح اعمل لك كوباية شاي. حبيبي حبيبي طمني عليك، انت كويس؟ طمني انا كويس. طب انت بس عايزك تتكلم معايا تطمني عليك والنبي قولي اي حاجة. مفيش حاجة تتقال انا كويس. كويس ازاي؟ ما هو انت لو كويس كنت رحت الكليه ورحت اتدربت ورجعت لحياتك عادي. ما تمشيش كده بقى وتسيبني. انا مش هسيبك تخش الاوضه دي وتقطع على نفسك تاني. انا هموت. وبعدين حب ايه ده؟ يقطع الحب وسنينه اللي بالشكل ده. انت فاكر ان هي حاسه بيك؟ دريانه بوجودك؟ دي ست ما بتحسش. اديني بقى نمرتها عشان افهمها اصلها ايه. ارحميني بقى، ارحميني، دي ماتت، ماتت. كنت بحبها قوي، كنتش متخيل ان انا ممكن احب حد كده، بس يا خساره. طب ما تقولي هي ماتت ازاي؟ ماتت في حادثه ولا ماتت ازاي يا حبيبي؟ لا هي ماتت بالنسبه لي انا لما عرفت انها مصاحبه واحد تاني. يا اخويا في داهيه اللي زي دي ما تقهرش نفسك عليها بالشكل ده. ياما بكره هتقابل احلى واجمل منها 60 مره. وبعدين دي مش اخر الدنيا يعني. انت عارف انت موجوع ليه؟ موجوع عشان اتصدمت فيها اول مره تحس بالمشاعر دي. اوعى تخليها تفقدك ثقتك في نفسك، اوعى. انا مش عايز اتكلم عنها، اي كلام بيفكرني باللي حصل وانا عاوز انسى. يا حبيبي الزمن دايما بينسي. وانت فاكرني بعد جدك كنت فاكر اني هقدر اعيش؟ بس عشت ووقفت على رجلي عشان اوقف امك على رجليها واربيها وفاطمة اللي نسيتني كل أحزاني. ربنا يخليكي ليا يا أمي، متحرمش منك أبدا. وأنت يا حبيبي هتعدي من اللي أنت فيه ده. على فكرة أنت مش خسران، هي اللي خسرانة. وفي حد في الدنيا يسيب حد بيحبه بالطريقة دي وزي القمر كده؟ إحنا الاتنين خسرنا يا ماما، إحنا الاتنين. اللي يخسر في مباراة يكسب في التانية، مش ده اللي انت اتعلمته من الكيك بوكسنج؟ كيك بوكسنج ايه بقى ونيلت ايه؟ كله زي بعض. انا سيبتك تتدلع كتير، ولاني بحبك انا كنت ردمت عليك وطلعتك بره الفريق. والله يا كابتن مش قادر، جسمي مكسر. طبعا يا معتز من القعده ومن قله التمرين. احنا داخلين على بطوله الجمهوريه، ولو ما اتمرنتش ليل مع نهار مش هتخش مع الفريق. انت لسه هتفكر يا معتز؟ قوم يلا على النادي. ماشي هغير الجو. واحلى بقلك. ماشي انا مستنيك. حاول تشد شويه عشان نرجع للفتره اللي فاتت. خذونا اقوى من كده شويه ان شاء الله. شكرك يا جامد. نايس بوي ميزو. رجاله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامل ايه يا معلم؟ ماشي. ايه اللي جايبك الطويله ده يا معلم؟ كمان ما تردش على الموبايل؟ معلش كنت مشغول شويه.
انا قلت برضو الموضوع فيه حريم يا يوسف. بمناسبه الحريم امنيه واكلان دماغي، فين معتز؟ ما بيجيش ليه معتز؟ معتز معتز بيت وقع. انت زعلان مني ليه؟ هو انا اللي حبست ابوك ولا انا اللي قلت له يروح يعترف على نفسه ان هو نقل الجثه؟ عشان باين قوي انك مبسوطه انك طلعتي صح، وطلع هو اللي غلط، الراجل الفاسد اللي مرمي في السجن عشان خاطر جريمه قتل، ويا عالم هيخرج منها امتى؟ واتحرق بقى انا وابويا. انا عايزاك تتحرق؟ انا عايزاك تتحرق؟ انا عرفت معلومه قلت اقولها لك بدل ما تقراها في جورنال ولا حد يقولها لك وتتضايق. على فكره اللي انت بتقوليه ده اكبر دليل ان هو بريء. انت مش بتقولي ان هو نقل الجثه؟ يعني كان خايف على نفسه، يعني ابويا مش شرير قوي زي ما انت بتقولي، وزي ما طول عمرك بتحاولي تبينيلي. انا بحاول ابين لك ان ابوك شرير طول الوقت. لو ابوك كان راجل عدل ما كانش اتورط مع واحد زي رأفت ولا مع مرات رأفت، الله اعلم كانت علاقتهم ايه ببعض. اللي بين ابويا ولبنى كان شغله وبس، ولعلمك بقى مش ابويا اللي كان على علاقه بلبنى. امال مين اللي كان على علاقه بلبنى؟ هتنطق مين؟ انا. ايه؟ انا اللي كنت على علاقه بلبنى. لبنى كانت صاحبتي انا مش ابويا. استريحتي؟ تعبانه طيب؟ اجيب لك الدكتور؟ رد عليا قولي لي انت تعبانه؟ معتز حبيبي مالك؟ مالك؟ مالك فيك يا حبيبي؟ مالك؟ مالك؟ معتز؟ 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 عاوز اقولك من الاول بس كنت خايف لا تزعل، بس والله خلاص الموضوع ده خلص. دي صاحبتك اللي انت قلت لي انها ماتت؟ يا ماما. صباح النور. انا رايح لبابا وبعد كده هطلع على الشركه. ماشي. وعلى فكره انا عملت تاجيل امتحانات الران عشان ما تقوليش ان انا ما قلتلكيش. وانت مش هتصالحيني بقى ولا ايه؟ والله انا ما كان قصدي كل ده يحصل. اخر مره شفتها امتى؟ هي مين؟ انت عايزه ايه يا ماما؟ كنت معاها ليله الحادثه. وانت شاك ان انا اللي قتلتها؟ رد عليا. لا كنتش معاها. في حاجة تاني؟ طب أنا ماشي. ماما
انت تبقى واقفه كده تعالي. انت لسه شاكه ان انا اللي قتلتها وحياتك عندي ما قتلتها. انا عاوزك في موضوع. عايز ايه يا معتز؟ عاوزك تخطبيني. بقول لك انا مش عارف. اقعدي بس والله ما بهزر، انا بتكلم جد فعلا. عاوزك تخطبيني. اخطب لك ايه ان شاء الله؟ واحده ماتت ولا لسه هتموت؟ ندى. ندى بنت الدكتور حسن. نهار اسود والنيل. بقول لك ايه، انا مش ناقصه الدنيا كلها تقع على دماغي. ليه يا ماما في ايه؟ انا معجب بيها فعلا وعايز اتقدم لها. انا عارف ان الظروف مش مناسبه دلوقتي بس انا قلت اقول لك. انت معجب بيها بجد؟ اه. هي معجبه بيك؟ مش عارف. طب انت قلت لها؟ لا. طب انت ايش عرفك ان هي معجبه بيك؟ يعني اصل احنا بقالنا فتره بنتكلم في التليفون وبنتقابل والجو ده. بتتكلموا ازاي يعني؟ يعني ايه بتكلم؟ بتكلم ازاي يعني بتتكلموا؟ ما انت كلامك يودي في داهيه. لا بتكلم زي الناس. يعني انت ما اتكلمتيش قبل كده؟ مين بقى اللي يعرف ان انتوا بتتكلموا؟ متهيألي عم حسن يعرف. متهيألك ولا متأكد؟ لا متأكد انه يعرف. اصل هو سألني وانا قلت له ان احنا زي الاخوات. اقعدي يا ماما بس. راحة فين؟ لا 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 تعالي بس. لا لا خدي يا فاطمة. راحة فين يا فاطمة؟ تعالي يا فاطمة. اتفضلوا السفرة جاهزة. هايل الاكل جنن يا فاطمه. تسلم ايدك. لا مش انا اللي عاملاه دي، عايده اللي عامله كل حاجه. انا ساعدتها شويه. ما تبالغيش، انا اللي ساعدتها، هي اللي عملت كل حاجه. عايده من فضلك شويه كده. وانا بقى عايز حته بطايه ويا ريت تكون من السدر. اتفضل. عينيا طنط فاطمه. هي بقى العشوه الجامده قوي دي بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه يا استاذ احمد، انا بس فكرت ان انا اجمع كل الناس اللي انا بحبها عشان اقول لهم قد ايه انا بحبهم. بحب امي اللي ما اقدرش اتصور الدنيا من غير منكفتها ليا. متهيألي ما فيش ام بنتها بيحبوا بعض زينا. بحب ابني اللي انا ماليش غيره في الدنيا واللي انا عايشه بس عشانه. بحب عايده وكل اهلها وكل عائلتها، لاني انا لو كان عندي اخت ما كنتش احبها اكتر منها. بحب صاحب ابني اللي هو زي ابني بالظبط. بحب اصدقائي ولادهم عشان هما دايما بيوقفوا معايا. عايز احسن من كده مناسبه؟ ايه هتنهب؟ لا طبعا، هو في مناسبه اعظم من كده؟ بس بقول لك ايه، ما ينفعش تحبينا كل اسبوع مره. طب قول كل سنه مره. احنا كده لازم نجمعكم عندنا عشان نعرفكم قد ايه احنا بنحبكم. كده يا ندى؟ اه طبعا يا بابا طبعا. ما دام كل شويه بقى في عزومه، ده احنا كده هناكل اكل. ايه العيله الغريبه دي؟ ولا انت طالع مفجوع زي مين؟ زي مين يا عمتي؟ انت هتفضحينا في وسط الناس ولا ايه؟ ولا احنا فينا من كده؟ مفجوع زي ابن خالك. بس يا جماعه والله اللمه دي بتفكرني بقعده النادي، بقالنا كتير ما رحناش. بس في النادي كان بيبقى فيه ماما وسمر. عموما يا طنط فاطمه احنا كلنا بنحبك، بس ساعات ما بنعرفش نبين. يا سلام، ده الفرابي جه قاعد معانا ولا فين؟ الفرابي. ايوه يا باشا، كله تمام وزي الفل. لا يا باشا، انت تؤمر تحت امر معاليك. مع الف سلامه. يعني بالذمه ايه اللي بيحصل؟ يعني انا ما لفنيش غير ان الطياره راحت علي. حرام عليكم، حرام عليكم. والله يا جماعه انا شايف فعلا ان انتوا ناس محترمه ومش وش بهدله. فايه رايكم نعمل محضر صلح؟ محضر صلح؟ نعم. انا صعبوا علي، حرام. ما كان كده من الاول. معلش معلش سوري. طب ما قلتوش كده من الاول ليه؟ يعني انا ما لفنيش غير ان الطياره راحت علي.
في ايه؟ يلا اخلص. في ايه؟ انت لسه هترجع؟ ايه الحكايه؟ في ايه طيب؟ يلا اعرف في ايه طيب؟ يلا. ايوه رافض بيه، اول ما خرجنا من القسم جه ظابط خده معاه وركبه في البوكس. ايوه ايوه معرفش خدوه على فين يا فندم. الو ايوه استاذ فاروق. ايه مستشفى؟ مالك يا ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ انت سامعاني؟ مالك يا حبيبتي؟ كفايه يا معتز كفايه. انا خايف عليها قوي يا عم حسن، هي ليه بطلت تاخد الانسولين؟ بطلت تاخد الانسولين ليه يا ماما؟ انا السبب، انا السبب. لا 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 ما انتش السبب ولا حاجه يا معتز، هي بس دماغها ناشفه شويه ما بتسمعش كلامك. هي ليه مش عايزه تصدق ان انا ما قتلتهاش؟ وحياتك عندي ما قتلتهاش، والله العظيم وحياتك عندي يا حبيبتي ما قتلتهاش. معتز حبيبي قول لها كلام يساعدها انها تفوق. ايه الموقف دلوقتي يا دكتور؟ غيبوبة السكر كان مرتفع جدا. وهتفوق امتى؟ الله اعلم، اسبوع شهر، ادعوا لها بس تعدي منها وتفوق. امتناعها عن حقن الانسولين ده انتحار. بعد اذنك. قوم يا ماما، قوم يا حبيبتي، ما تسيبينيش كده لوحدي، مش عارف اعيش لوحدي، الحياة وحشة من غيرك يا فاطمة. حبيبتي يا فاطمة، أنا عارف إن ضحيتي عشاني كتير، وأنا كنت أناني، كنت أناني قوي. قومي وأنا هعوضك عن كل حاجة، وحياتك عني أنا هعوضك عن كل حاجة. ما تزعليش مني يا فاطمة، أنا ماليش غيرك، أنت أمي وأختي وحبيبتي، أنت روحي يا فاطمة، أنت روحي. يلا يا معتز يلا اتزرد. مش قادر اسابع، مش قادر. معلش معلش هنجيلي التاني. يا حبيبتي يا فاطمة تستاهلش ده كله. لا حول ولا قوة الا بالله. كفاية بقى يا عايدة، كفاية يا حبيبتي كفاية. السجن تجربة صعبة جدا، لكن كمان فتحت عيني على حاجات كتير قوي. دلوقتي بس بقيت فاهمة إن طول ما أنا عايشة هفضل أغلط، لكن كل اللي بتمناه إني مغلطش غلطات تأذي اللي حواليا. خلي بالك منها. عناية. خلاص خلاص، حاسة إن أنا اديت كل اللي عندي للمصلحة، ما بقاش عندي حاجة جديدة أقدر أقدمها. عدم وجودك معنا خسارة كبيرة. ريس يا ريس، انت زي ما علمتني هتعلم غيري كتير، وهي فرصه بقى اخد اجازه عشان ابقى مع ابني قبل ما يتجوز ويسيبني. بصراحه تستحقيها يا دكتور. شكرا يا ريس. بالتوفيق. شكرا. لكن عندي حاجات كتير قوي عايزه اديها لابني، وعايزه اديها لامي وأصحاب عمري. متهيألي إن دلوقتي هم محتاجين لي أكتر من المصلحة.
عايزة أقضي مع اللي بحبهم أطول وقت ممكن. ربنا يحميكي ويطمنا عليكي يا أحلى دكتورة. سفرك طول قوي يا فاطمة المرة دي، ما تغيبش كده تاني. البيت من غيرك يا بنتي ملوش طعم، ماسخ وناقص ملح. ساعات الواحد بيبقى مخنوق من المسؤوليات، لكن لما بتتشال من عليه بيحس على طول ان ناقصه حاجة، لأن الحقيقة المسؤوليات دي جزء من حلاوة الدنيا وحلاوة الحياة، لأننا لما بنحس ان في ناس محتاجين لنا بنكتشف اننا موجودين ولينا لازمة. لازم اعترف لك اني كنت فاكر ان طول الوقت مخنوق وحاسس ان الكبسة على نفسي، لكن الحرية من غيرك ملهاش طعم، وجودك في البيت اهم من اي حاجة في الحياة. وانا كمان لازم اعترف لك ان السجن عرفني قد ايه الحرية مهمة. وحشني اكلك مع انك ما كنتش حرماني منه وانا محبوسة. طب دوقي الوصفة الجديدة. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ويخليكي ليا. حسن، عايز اطلب منك طلب بس ما تكسفنيش. انا عمري ما اقدر اكسفك ابدا يا فاطمة. انا عايز اطلب ايد ندى المعتز. انا كنت فاكرك هتطلبي ايد انا. يا حسن بس بقى، عايزه البنت للولد، معتز بيحبها جدا ومتهيألي هي كمان، وانا مش عايزاهم يتقربوا لبعض من غير موافقتك. انت موافقة؟ انا اتمنى على الاقل اللي معرفناش نحققه احنا هم اللي حققوه. خلاص انا موافق. وانا اتمنى.